للمزيد معي عبر الهاتف محمد الفلامرزي، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الأخبار، ونسأل بداية عن إذا كان هناك فرصة قائمة خلال ساعات ما تبقى من هذا النهار لسقوط الأمطار. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا نتوقع خلال الساعات القادمة بأن فرص الأمطار راح تستمر حتى الساعات الأولى من الليل، ثم تقل الفرص تدريجيا ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ليميل إلى البرودة خلال فترة الليل. نعم، لمسنا اليوم يعني مع ساعات الصباح الأولى انخفاض ملموس وحقيقي في درجات الحرارة، هل من المتوقع أن يشهد يوم غد يعني أو ساعات هذه الليلة انخفاضا أكبر على درجات الحرارة؟ لا، هو الانخفاض راح يكون إن شاء الله تدريجي، يعني نعم، ممكن توصل إلى تقريبا 17 درجة مئوية خلال فترة الليل، خصوصا عند الفجر. ونتوقع إن شاء الله مع الأيام الجاية طبعا انخفاض بسيط يعني طبعا. نعم، الآن مع عودة موسم البر ووجود العديد من المخيمين وإجازة نهاية أسبوع أيضا، هل من تحذيرات تودون توجيهها لمرتادي البر وأيضا لمرتادي البحر؟ طبعا التحذيرات هي بتكون بس حق اليوم إن شاء الله. زين، طبعا التحذيرات عن هبات شديدة السرعة، لذا ننصح بعدم مزاولة الأنشطة البحرية نظرا لعدم استقرار الأجواء، وأيضا ننصح مرتدي الطرق بتوخي الحذر أثناء تصاعد الأمطار. وراح تستمر التحذيرات إن شاء الله خلال الساعات الأولى من الليل، ونتمنى الجميع للسلام نتمنى السلام للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. محمد فلامرزي، أخصائي أرصاد أول جوية بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك.